مبروك، فوز مهم جدا في اللحظات الاخيره. دايما انت بتقول كلمه هي شخصيه النادي الاهلي، شخصيه النادي الاهلي موجوده النهارده في اللحظات الاخيره كالعاده، وده الاهم، الفوز ب3 نقاط النهارده. الحمد لله، طبعا كان فوز مطلوب جدا جدا في المرحله اللي انت فيها مع المنافس الاساسي بتاعك السنه دي اللي هو نادي الاسماعيلي. طبعا بحيي اللعيبه بتاعتي جدا ولاعيبه النادي الاهلي في شخصياتها وتكفيرها كل مره بيثبتوا ده، وده مهم جدا. طبعا هارد لك نادي الاسماعيلي، فرقه بالتاكيد عامله موسم لحد كبير كويس جدا جدا جدا، فكان مهم جدا ان انت تكسب الفرقه اللي وراك على طول في الدوري. يعني عدد من الغيابات عندنا بشكل كبير قوي، لكن ثقتنا في اللعيبه كلها كامله. يعني الجاهزيه البدنيه عند كل لاعبي النادي الاهلي دي حاجه يمكن يعني السنه دي بنشوفها مختلفه في النادي الاهلي الناحيه البدنيه، كل اللاعبين جاهزين، سواء لعيب بعيد عن المباريات بيشارك. النهارده شفنا احمد حمودي، قبل كده شفنا ميدو جابر واكثر من لاعب، وبيأدوا بالشكل المطلوب وبالشكل الجيد. يا كابتن سيد، ازاي بتعملوا المعادله دي؟ يعني ده كابتن حسام البدري شغله وشغل الجهاز الفني بالتاكيد، وكل اللعيبه يعني مهيئه لكده. وانا بقول دايما يعني الفرصه هتجيلك هتلعب، لان المشوار طويل جدا في بطوله الدوري او افريقيا او كاس مصر او اي مسابقه بتخوضها يعني. فده مهم جدا جدا يعني ان انت تبقى مستعد ليه على المستوى الفني والبدني والنفسي وكل حاجه يعني. لكن انا ما حسيتش ابدا في اي ماتش لعبناه لحد دلوقتي ان في غياب عندنا لثقتنا في المجموعه الكبيره وثقتنا في المجموعه ككل يعني. المرحلة الجاية اتحاد، ماتشين مقاولين، قربنا نحسم الدوري من وجهة نظرك؟ لا يعني فخ، موضوع ان الدوري حسم فخ، يعني مهم قوي ان انت تحسب حساباتك وتشتغل على اهداف تحققها، ده مهم جدا يعني. لكن يعني زي ما بتكسب النهارده الكرة فيها وشوش كتير قوي لازم تستعد ليها، ومهم جدا ان انت تتعامل مع الموقف يومه وتبقى مركز فيه. عندنا لسه انت بتتكلم في 13 اسبوع غير مباراه مؤجله، يعني انت بتتكلم في 14 اسبوع بالنسبه لنا يعني، وده عدد كبير جدا من اللقاءات يعني. هاخدك لجزئيه اخرى، وهو طبعا تعاقد النادي الاهلي النهارده مع صلاح محسن، محمد شريف، قبلهم لطفي والجزار. يعني النادي الاهلي في اخر الميركاتو كده لحق نفسه شويه، ولا يعني كنتوا مركزين كده في الاخر، ولا الامور كانت ماشيه صعبه شويه؟ مش موضوع لحق نفسه، احنا بنتكلم على احتياجاتنا يعني. احنا عندنا اساس فرقه وقوام فرقه بتبني عليها على حسب الاحتياجات بتاعتك يعني. لكن هو اللطيف والجميل في الموضوع ده ان انت بتعمل صفقه، او المنافس المفروض ان هو نادي الزمالك يعني بيعمل صفقه، اللي بيتكلم واحد يعني. لو الزمالك هو اللي عمل الصفقه على مدى الذكاء والخطف وتعلمه الدرس وكده ومفيش مشكله. لو احنا اللي خملنا الصفقه يعني انا شربته للاهلي بعدد من الملايين يعني. اللي بيتكلم واحد، لو الاهلي اللي عمل الصفقه او الزمالك اللي عمل الصفقه، انا هروح معاه لو هو بيتكلم بالشكل ده ان هو بيشربنا اللعيبه يعني. يعني من 2005 وبيستشهد بكده، من 2005 لحد دلوقتي احنا واخدين 33 بطوله او 32 بطوله يعني. لو انت اللي بتدينا اللعيبه اللي انت تسمح بيها ده حاجه كويسه. احنا خدنا 11 دوري، خدنا 11 افريقيا ما بين دوري ابطال افريقيا وسوبر افريقي وكونفدراليه ودوري ابطال افريقيا، خدنا 7 أو 8 سوبر محلي، خدنا كاس مصر، رحنا كاس العالم للانديه. يعني انت لو بتعتبر كاس العالم للانديه 5 مرات يعني بطوله، يبقى انت بتتكلم في 37 بطوله يعني. فلو انت بتوجهنا للعيبه معينه في عدد البطولات في عدد السنين القليله دي، اعتقد ان احنا لازم نشكرك يعني. عمرو بركات، حسين السيد، صالح جماعه، خلاص. صالح جمعه، حسين السيد، عمرو بركات، خلاص بنتمنى لهم التوفيق طبعا، وان شاء الرحمن يعني هم جددوا طبعا قبل ما يمشوا، لكن بنتمنى لهم التوفيق وان شاء الرحمن باذن الله يبقى حظهم كويس ويقدروا يعملوا حاجه كويسه باذن الله. احمد فتحي وعبد الله السعيد، الكلام عليهم كتير جدا، عايزين نطمن على موقفهم مع النادي الاهلي. مفيش مشكله خالص، احمد وعبد الله عاملين حاجه كويسه مع النادي ولهم تاريخ كويس مع النادي وموقفهم اكيد كويسه مع النادي. لكن في النهايه برضو احنا من الانديه اللي بتحترم جدا 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 يعني التوقيت اللي تتكلم فيه مع اللعيبه، و ما فيش مشكله. العرض بتاعنا احنا مقدمينه، لكن ما عندناش شك ابدا لا في احمد ولا في عبد الله، الاثنين اسماء كويسه وشخصيات على المستوى عالي جدا يعني. توفيقك يا كابتن سيد، والف مبروك.